ويلي والله وضعك مدحدر. لا لا لا, لا. الان هذه المنافسه الحقيقيه. ايش هذه؟ خلاص اللغط يعني الان لو انهزمت حتعترف؟ اعترف امام الكاميرا وامام الملأ وامام الملأ وامام ابو عامر وابو يوسف. ابو يوسف ابو عامر ولا الله؟ ونعم ابو عامر الله يوفقك. انا وضعي في الحلقه يعني ها يعني جيد مو بطال، لكن هالرجال رافع ضغطي. عندنا سؤال على حدك ابو يوسف. نعم جاهز؟ جاهز. الان هذه منافسه ديربي، يا انا يا وليد في الجنادري. لا حنا ما ترك الكلام، توكلنا على الله. السؤال يقول: شوف هالزبريه كرمكم الله، بطنها هذا مصنوع من جلد وشو؟ جلد الغزال. الغزال، يا سلام. الغزال حلو. الغزال حلو. هذا اللي فوق، خل هذا اللي تحت، هذاك حيوان ثاني. اللي فوق من ايش مصنوع؟ فوق مصنوع من جلد الاغنام. الله اكبر. تفضل نسمع تحيه. وين نسمع الصفقه؟ وين يا مين ابو تحيه؟ تعال نسمع الصفقه. وين ابو مين يا شيخ؟ ابو يوسف. ابو يوسف وغصب عنك بقول له كلمه. طيب ما تقول انت مين عشان تكلمه؟ كلمني انا المدير، انا مدير اعماله. تكلم. نادر نادر ايش ابو يوسف؟ ما حد علمك الاداره؟ من علمني؟ انا اقول لك ما حد علمك. لا حد علمني. ما حد علمك. ابراهيم ما قال لك شيء؟ انا ما اعرف اصلا شيء. ابراهيم ما ادري يعرف ولا ما يعرف. انا ما اعرف انا اصلا. شوف انا من يوم شفتك انت ولابس البلوفر ذا الكابتشينو ما انت فايز. ابو عامر تقدر تشيل الشباب؟ ابو عامر يا اخوك الغزلان غشش. ابو عامر يقول غششته. بيري ويلي والله انا تعبان. تعبان ها؟ مو راضي اعترف. فايزين. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.